ما بينفع تفوت برمضان بدك تبيض فيه قلبك وهو اسود، وتنطر الواتساب لما ابن عمك اللي انت متخانق معه يجي يبعث لك سامحني، وابن خالتك يبعث لك سامحني، واصحابك يقول لك تقول له انا سامحني، يقول لك انا ناطر التراويح اللي قاعده عليك. ما بينفع انت تكون ناطره هيك. انا عارف ان المظلوم فيه يدعى على الظالم، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم، بس كمان لما انت تسامح رب العالمين هيجزيك خير وهيعطيك اكثر مما اخذ منك، وسينصرك وسيرفع قدرك.